السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. متابعي قناه طبخ مغربي سيدتي، كنجدد بكم ترحاب. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى تلقاكم لا فيديو ديال نهار اليوم بكامل صحه وعافيه، وانتم كتشوفوا في لا فيديو ديال نهار اليوم دائما في اطار الحلويات. ان شاء الله قدمنا حلوى سابقه في فيديو سابق ديال الفقاس، اليوم قدمت لكم غريبه اقتصاديه بلا زبده بلا بيض. غتوجدي الد هكا غريبه صراحه، غادي تجربوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. واحد اللذه رهيبه فيها، بنينه بزاف، شهوه منها اقتصاديه من الفوق، والشكل ديالها شوفوا هماوي، الشكل ديالها هماوي. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال نهار اليوم، وما تنسونيش من الاشتراكات ديالكم، وما تنسونيش من لي لايك، دعموني بلي لايك واشتركوا معايا في القناه. ويلا نبداو نوجدوا هذه الوصفه الاكثر من رائعه، صراحه رائعه. انا صراحه هذه الحلوه عزيزه عليا بزاف، حيت تقدري تقول لي ما غاديش تجي بنينه، ولكن كتجي بنينه بزاف. يلا نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنايا السكر نفس الكاس اللي غتعبر به المكونات هو اللي غادي تحتفظي بالكاس. الكاس هنايا دائما انا كندير نصف كاس الكاس الى ربع. هنايا درت نصف كاس ديال السكر. السكر هكا الا كان عندك حبيبات حاولي تطحنيهم شويه، يكونوا ما بين حبيبات رقي وخين صافي. وهنا غنحتاجو جوج كؤوس ديال الزيت النباتيه. هاد الحلوه فقط فيها غير السكر والزيت والدقيق فقط اقتصاديه، شهوه منها رائعه. وصراحه البنه ديالها كتجي بحال النكهه ديال البهله. وعلى فكره هاد هنايا بلاتي نكمل لكم المقادير ونكملوا. هنايا غنضيف كيس ديال السكر فاني كما شفتوا، الوزن ديالو 7.5 غرام، والقليل ديال الملحه، وكنخلطوا مزيان حتى كنحسوا بهذاك السكر جانس لينا مع داك الزيت، كنحسوا به ذاب صافي. وغنبدا ندير في الطحين ديالي فقط. هادو هما المكونات اللي كاينين في الحلوه ديالي. كما سبق ليا نرجع للفكره اللي كنت غادي نقولها، وان الحلوه انا غادي نسمها كما غتشوفوا معايا هنايا غير بحبيبات ديال الشوكولاته. عندك مثلا اللوز بودر، او مثلا طحني شويه اللوز وطحني شويه كاوكاو وشويه الزنجلان اللي عندك في المكسرات هكا، طحنيه ولا خليه مهرمش شويه وزيديه لهاد الوصفه. صراحه كتجي زوينه بزاف. انا صراحه كتعجبني غير هكا تبقى هكا سامبل، وكنت كتنكهي داك النكهه زوينه صراحه، بنينه بزاف. هنايا ضفت 3 كؤوس ديال الدقيق كما كتشوفوا، وغنضيف جوج اكياس ديال الخميره. الوزن ديال كل كيس 8 غرام، بمعنى المجموع 16 غرام ديال الخميره كيماويه. ضروري نغربلو هكا الدقيق والخميره هكا، كيساعد الحلوه هكا هذاك الدقيق كيمتاج لينا مزيان. شتو هنايا في الدقائق توجدي الحلوه، في ساعه الزيت كيكون موجود، الدقائق تيكون موجود. وكما قلت لكم ما نواجوش ديروا داك حبيبات، شكل حبيبات تقدري ديري كما قلت لكم مكسرات. داك حبيب الشوكولاته كيعطي واحد البنه، وحتى الزينه كيعطي واحد الديكور زوين صراحه. هنا غادي نضيف الكاس الرابع، نبدا نخلط. هنايا كتشوفوا ان باقي غتحتاج دقيق. هنايا على حسب النوعيه ديال كل دقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا الحلوه ديالي بالضبط 5 كؤوس ديال الدقيق، بمعنى تقريبا نص كيلو. غتحط حداك نص كيلو حتى هكا نص كيلو هي 500 غرام. حطي حداك ما بين 500 حتى 600 غرام ديال الدقيق اللي غتهز لك هذه الحلوه بالضبط. صافي هنايا غادي نحاول نحيد هذا الخلاط اليدوي، وضروري نجمع هنا باليدين باش نتحكم في العجين ونعرف واش خاص الدقيق ولا كافي. وكنحاولوا نجمعوا مزيان. وهنايا داك الحبيبات ديال الشوكولاته هنايا في الاثناء انا خليتها في الثلاجه، ما خليتهاش فوق سطح العمل باش تبقى شاده في راسها، باش ملي غادي نضيفها على الحلوه ديالي ما داك الشوكولاته ما تذوبش لينا، تبقى شاده قابطه في راسها. شفتوا هنايا الحبيبه ديال الشوكولاته ما ضفتهاش نهائيا، هي اخر مكون غادي نضيف.
اللوز اللي عندك الطحني ضيفيه، عندك الكوك حتى هو ضيفيه، عندك كاوكاو او فول سوداني حتى هو ضيفيه، اللي عندك في المكسرات ممكن تضيفيه، يمكن لك تضيفيه حتى قطعه ديال الزبيب حتى هما يمكن لك تضيفيهم، كتجي واحد الغريبه هكا اللي عندك حطي فيها. صافي هنايا القوام ديال الدقيق هو هذاك صراحه. كان كتحاولي انك تديري هكا تجربه، كتكوري هكا بين يديك وكتشوفي واش كتجمع لك مزيان، هي هذيك. هنايا نصف كاس انا ديال الحبيبات ديال الشوكولاته اللي استعملت. كما قلت لكم راه خليته في الثلاجه باش يبقى بارد، باش ملي غادي نخلطوها هكا مع العجين كي ما كيدوبش ليا، وكما كتعرفوا الا كان الجو ساخن راه فيه ساكيدو. وهنايا كتحاولوا انكم ما تعجنوهاش، كتحاولوا غير كتدخلوا بداك اطراف الاصابع. شفتوا راه العجينه انا ما بغيتش نجمعها، غير كندخل فيها داك الحبيبه ديال الشوكولاته صافي، وكنبدا نهز هكا ونخلط صافي. كيكون واجده والفران على فكره ملي كتكملوا هذه المرحله صافي، ملي كتضيفوا حبيبات الشوكولاته كتسخنوا الفران ديالكم. الفران خصو يكون سخون باش الحلوه ديالكم تجيكم مشقه. سخنت انا الفران ديالي على درجه حراره 200، ومي غادي ندخل هكا الحلوه ديالي الفران غادي نقص ليها تقريبا 180 هكا، ونخليها طيب تاخذ راحتها، هي تاخذ راحتها هكا كتطلع مزيان، حتى كتطلع عاد كتبدا تشقق لينا صافي. كنحاول ندير هكا كويرات الوزن ديالها، الا كان عندك مثلا بديري انتيا كوموند مثلا حاولي توزني الكميه كامله ديال هاد العجين، شوفوا شحال عطاتكم ديال الكميه وبداي تقسمي تقريبا هكا ديري 80 حتى 80 غرام هكا اللي ديري، الا بغيتي تعطيك هكا حلوه هماويه كبيره في العضه زوينه. بغيتي ديري شكل صغير صراحه هذا النوع ديال الغريبات كيجي زوين انك ديري شكل شويه كبير، كيجي في الحطه زوين وفي العضه زوين وكل شيء كيجي فيها زوين صراحه. كنخليو هكا الوسط شويه تيكون بحال منفوخ، والجوانب هكا كتحاولوا تقادوهم حيت ما فيها غير الزيت كتكون شويه هكا مدمه صافي. هنايا غنكمل حتى نكمل هكا العجين ديالي كامل. هنايا خدات ليا واحد خمسة خرجت ليا 35 حبه في نصف كيلو ديال الدقيق صراحه، زوينه اقتصاديه رائعه، والوليدات صراحه حماقوا عليها بنينه. المذاق ديال البهله، شو البهله كتخدم بالزيت وبالزبده، هذه ما فيهاش الزبده، والمذاق ديال البهله صراحه زيدي لها ضيفي لها غير شويه ديال اللوز ولا ديك المكسرات اللي عندك هكا راه بحال خدمتي البهله تماما. شوفوا هنا متحمرات ليا جات رائعه زوينه زوينه بزاف، خدت داك اللوين مذهب قليل هكا وطايبه. شوفوا انا غادي نوريكم هنا يلا، كنت خرجتها من الفرن كانت سخونه بغيت نوريها لكم. شوفوا هنا راه محمره من التحت، واخا كتشوفوا الفوق هكا كي هي الطياب ديالها كيكون بحال هكا، كتكون الا خليتها تحمر بزاف راه تحرق لكم ما كيجيش زوين صافي. وكنبدا ندرسيها في الطبسيل ديالي. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال نهار اليوم، صدقوني جربوا هاد الحلوه غادي تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاعجاب الضيوف ديالكم. شحال من واحد كلا عندي هاد الحلوه عجبات وصراحه كيستغربوا على ان ما فيها والو، فيها غير الدقيق والزيت فقط، وديك النكهه ديال حبيبات الشوكولاته كيجي اكثر اكثر من رائع. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال نهار اليوم، وما تنسونيش غير ملي لايك، اللي كيشوف الفيديو ديالي دعموا لا فيديو غير بلي لايك، لي لايك راه ما كنتخلصوش عليه فقط غير باش كيطلع لا فيديو يشوفوه الناس فقط. نتمنى يعجبكم الفيديو واشتركوا معايا في القناه طبعا، فضلا وليس امرا، اللي كيحب انه غير يشوف الفيديو مرحبا، واللي كيحب انه يدير جيم ولا يشترك في القناه مرحبا. انا كنبارطاجي معكم شي حاجه اللي كتكون عزيزه عليا من القلب. الى اللقاء، فيديو جديد، وصفة جديدة، خليتكم حتى الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.